كريم ومعي كابتن ابراهيم حسن نجم مصر ومدير الكره بالنادي المصري. كابتن ابراهيم بنقول النهارده مبروك فوز غالي على الانتاج الحربي. الحمد لله، بقول الحمد لله طبعا النتيجه في بطوله مهمه، بطوله كاس مصر في دور مهم، دور الثمانيه ان شاء الله. فبشكر اللعيبه النهارده، كان شكل كويس، اداء كويس الحمد لله، في متواصلين في المشوار بتاعنا، الاداء بتاعك الناس بتستمتع بيه الحمد لله. بعد التوقف وبعد ما فيش مباراه خلال الفتره اللي فاتت كان راحه، الحته البدنيه والحته الفنيه الحمد لله زي ما هي، فدي انا سعيد بيها، وجهاز طبعا حسام، وان شاء الله طبعا في بنفكر في بطوله افريقيا اللي هي بعد مسافرين بعد ثلاث ايام ان شاء الله، وده اول بطوله اول ماتش في المشوار، مشوار مع مجموعه لعيبه لسه اول مره تشوف التحدي دوت، وجمهور مصر وجمهور بورسعيد كله مستني البطوله دي. فبقول يعني الحمد لله النهارده اديك الثقه، مباراه النهارده اديك ثقه في المباراه بتاع افريقيا ان شاء الله. كابتن ابراهيم لسه هقول لك ان مصر دلوقتي فريق لسه فريق شباب لسه ما فيهوش خبرات، نقلت الخبرات دي والمباراه افريقيا ازاي والكونفدراليه؟ بتشتغل ان انت بتحاول ان انت توصل لعيبه، انت مطلوب ايه؟ كل واحد مطلوب منه ايه؟ والهدف بتاعك ايه من كل بطوله؟ وشغلك في الملعب انت بتجتهد برضه عشان تبقى ليك شكل وليك انت كلاعب، عايز تبقى ليه الناس تعرفك وعايز تعمل حاجه كويس، لازم تشتغل كويس ولازم تجتهد ولازم تنفذ الحاجه اللي بيطلبها منك المدير الفني اللي هو حسام. فحسام بيوصل لهم لكل واحد ومحسسه ان كل واحد اساسي وكل واحد مهم في الفرقه، ودي حقيقه. كل لعيبه عندنا اساسيين، مفيش حد عندنا احتياطي واساسي، عشان كده لما بتلاقي في اي فرصه في لعيب بيغيب لاي مشكله لاي حاجه اصابه بتلاقي واحد جاهز. فدي قدرات من الحمد لله وتوفيق من عند ربنا، وقدرات وتوفيق حسام ان بيوصل اللعيبه كلها للحته دي. فاحنا شغالين على الهدف دوت، وعارفين ان اللعيبه بتحاول ان انت بتقول لهم ان انت كل واحد بيظهر بشكل كويس عشان يبقى ليه نصيب وموجود مهم في الفرقه، ان يلعب في بطوله زي بطوله افريقيا. فدي كلها بشغلك بالمعسكرات اللي بتعملها الحمد لله، انت بتجتهد والناس كلها عارفه الجهاز اللي بيجتهد، والجهاز عنده ضمير في شغله وعايز ينجح، وطموحنا كبير، وحسام طموحه كبير جدا وعايز يخلق الحاله اللي هي موجوده في الدوري العام بفريق محترم بيلعب كوره بنتائج محترمه. كابتن منتخب مصر بقى عايزين نتكلم، مباراه كتير مهمه حضرتكم طبعا، منتخب مصر بالنسبه لكم كان اصحاب انجازات للكره المصريه، النهارده شايف منتخب مصر ازاي المباراه امام الكندا؟ انا شايف المباراه طبعا صعبه، لانك انت بتلاعب فريق جعان، منتخب كبير اسم كبير، حتى اي فرقه اي لعيب هيلعب فيه لو لعيب جديد هيبقى برضو هيعرف هيبقى لعيب تقيل. منتخب الكاميرون جعانين عايزين يعملوا اسم جديد، مفيش حد فيهم معروف، ودي مشكله كبيره انك تلعب فرقه جعانه كوره، هو عايز يعمل شهره لنفسه وعايز يحترف، وافارقه انت عارف كل هدفه بالظروف الصعبه الموجوده في بلده وفي افريقيا، بتلاقي الاحتراف في اوروبا ده بالنسبه له هدف غير عادي، مع كمان ان عايز يعمل بطوله واسم لبلده، ده حافز كبير مع القوه البدنيه اللي عندهم، القوه البدنيه اللي موجوده في منتخب الكاميرون او المجموعات اللي انا اتفرجت عليهم اللي في طول البطوله، خصوصا المباراه الاخيره مع غانا، فريق قوي جدا، فريق عنده اصرار عايز يعمل حاجه. فبقول احنا لازم نكون كل ده حاطينه في دماغنا كلاعبين وكجهاز، ان احنا لازم هتقابل فريق مش سهل، تلاقي فريق هيتخطر على كل كوره، انا نفسي لازم اعمل كده، لازم انا عملت انجاز، يعني احنا منتخب مصر ولاعيبه منتخب مصر والجهاز المنتخب عمل انجاز ان مصر توصل لقبل النهائي بعد غياب ثلاث بطولات دورات ورا بعضيها، طبعا بشكل كان مهين، انما انك ترجع وتلعب نهائي ده انجاز، وبشكر اللعيبه والجهاز على الانجاز اللي عملوه لحد اللحظه دي، لا عشان لو لا قدر الله ما فيش توفيق في ان انت بتلعب نهائي، مش بتلعب نهائي مع فرقه عاديه، فرقه اسمه منتخب الكاميرون عنده طموح زي ما انت عندك طموح، لو وصلنا وخدنا البطوله هتبقى حاجه جميله جدا وانجاز ما بعده انجاز، ان لا قدر الله ما حصلش يبقى احنا اللعيبه دي كلها نشكرها والجهاز. فانا ان شاء الله انا متفائل ان احنا ناخد البطوله باذن الله، لاني مش هقول لك بقى عشان احنا بالتاريخ ولا هي قصه اني ما اعرفش، احنا كمصريين لما بنوصل لهدف لو حاجه كده في النهائي او في حاجات هتاخد بطوله او تاخد حاجه كبيره بتبقى انت قلبك قريب قوي للحاجه دي. فانا ان شاء الله النهارده بالتوفيق لمنتخب مصر، وان شاء الله يبقوا قد ثقه جمهور شعب مصر فيهم، وزي ما بقول انتوا مش خاسرين حاجه، انتوا عملتوا انجاز بصرف النظر عن الفنيات وبصرف النظر على الاداء الماتشات،
اللي اتعمل انجاز وان شاء الله ربنا هيتوج مجهود التعب اللعيبه وتعب الجهاز وفرحه جميل مصر دي كلها. يا رب نفرح ونفرح مع المصري برضه في الكونفدراليه يا كابتن ابراهيم، الف شكر. ان شاء الله متشكر، ربنا يخليك. كابتن كريم، ده كان لقاءنا مع الكابتن ابراهيم حسن مدير الكره بالنادي المصري. عوده ليك واستكمال باقي فقرات الاستوديو التحليلي.